علاقة بأسفي راه أسفي راه من زمان راه هي الحب ديال بزاف د الحوايج راه مدينتنا هادي ديما كتحس بها بواحد الفيلينغ زوين كتحس بواحد الإحساس غريب زعما كنحبوها وكن فيها وين جاو والدينا تفرجوا فينا في سبيكتاكل جاو صحابنا جاو الناس ديال أسفي اللي جاو تفرجوا فريمون سبيكتاكل حسينا به إحساس زوين وسعيد وديع راه قول لهم شنو كاين ما تكذبش قول الصراحه نقول الصراحه كاين قول الصراحه قول الصراحه اللي نقدروا نختصروا بها هي انه جمهور كان واعر كان تفاعل خيالي ما زعما ما كناش كنتوقعوا انه كنقولوا ديما راه بغينا نديروا سبيكتاكل ديالنا في مدينتنا في هذا وبرمجناه من بين العروض الاوائل ديال عرض ستكتاو وكنا كنقولوا راه غيجي الجمهور وغيضحك وغيتفاعل معاه بشكل عادي ولكن كان واحد التفاعل حنا كنضحكوا في لاسين هو كيضحك برا لاسين تخلطوا المشاعر والديك كيتفرجوا فيك كيضحكوا فرحانين بك مفتخرين بك يعني واحد الاحساس زوين وواعر بزاف كنا فرحانين انه الحمد لله قدرنا نشرفوا مدينتنا قدرنا نفرحوها قدرنا نتسماو بثنائي ديال اسفي هذه المدينه اللي فريمون راه فيها طاقات شابه في جميع الميادين لا في الفن لا في الرياضه لا في اي مجال كيخصها فقط داك الاهتمام اللي غادي يعطي هذا الاشعاع الفني والثقافي داخل المدينه وزعما بركه ما نقولوا راه مدينه اسفي راه ما فيهاش الفن والثقافه لا مدينه اسفي فيها الفن وفيها الثقافه خاص غير باديرات بحال هادو يتخادو باش اننا نزيدوا في الفن ديالنا لقدام ونقدموها في احسن حله وهذا الشيء ماشي غير مدينه اسفي بزاف في المدن اللي بحال كنقولوا ماشي مهمشه ولكن مغفول عليها في الجانب الفني يقدر محركه اقتصاديا صناعيا سياحيا ولكن المجال الفني راه هو اللي كنبيعوا به الثقافه ديالنا هو اللي كنبيعوا به التراث ديالنا هو اللي كنبيعوا به داكشي اللي كنقدروا نديروا فني هذا هو الحاجه وواحد القضيه راه بالنسبه لاسفي راه معروفه بلي زيفيرمو من شحال هذه راه دي فيستيفال عالميين دازو في اسفي دي زيفيرمو كبار داروا وحنا ما بغيناش يوقف غير عند سبيكتاكل ديال سعيد وديع بالعكس نشوفوا حنا كل سيمانه كاين سبيكتاكل في اسفي كبير لا في الموسيقى لا في الضحك لا في الرسم لا في اي حاجه تكون حتى عندنا قاعه تبارك الله مدينه الثقافه والفنون قاعه فيها كاع المميزات ديال ان يكون سبيكتاكل واعر راه انتم ديجا شفتوا سبيكتاكل كيفاش داز فكنقولوا للناس ديال اسفي شكرا لكم بزاف وكنقول لكم راه في الفن راه كنزيدو نهزو بالمدينه لقدام زعما نهزو الفوق راه الفن شي حاجه كبيره كيف ما كيشجعوا كيف ما ولاد اسفي كيموتوا على الفن وكيشجعوا الفن فتحنا راه بغينا ولا كره عندنا جمهور دوار جمهور واعر جمهور تيتفاعل كنقدموا ليه احسن تحيه وكنشكروه اليوناني اليوناني مسطي هو هكاك مسطي هو كوميدي بالفطره يعني كنا فرحانين انه نتلاقاو به انه جمعنا انه ولي عنصر جديد من عناصر ايموراجي واللي الحمد لله يقدر يشرف مدينه اسفي ويمثل احسن تمثيل وكي هذاك الشاب يعني راه مستقبل زاهر عنده في الكوميديا الخدمه 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 وحنا معاه حتى غادي ولي كوميدي باش الحاجه اللي عنده زوينه ديما شويه ستيلو ديما كيكتب ديما سكيتشات ديما كتب جديده زعما برافو ليه هذاك اليوناني عنده ما يقول غير الايام غادي توري لنا ان شاء الله امتى غادي نشوفوا ايموراجي في اسفي اقرب وقت نحاولوا ضروري حنا نوريهم الفيديوهات والتفاعل غايقولنا دابا غنمشيو هو ماشي غياب هو غير كنوجدوا ديجا حنا كنا وجدنا الفيلم ديالنا اللي غيخرج في اقرب وقت اللي هو الاخوان فين الاخوان اللي ديجا خرج في العيد ان شاء الله اللي كنا ديجا خدمنا عليه فحنا كنقولوا التلفازه زعما ماشي اللي ما تزيدش في هذا العام راه صافي راك انت ما كاينش بالعكس انا الا ما تزيدش في التلفازه العام الجاي انا نخدم لها وندوز في مستوى احسن حميد بن نوح يعني هذيك القضيه اللي درنا هي اقل حاجه يمكن لينا نقدموا لهذاك السيد حيت هذاك السيد بغينا ولا كرهنا مدينه اسفي كامله كتعرفوا كيسكن في دربنا هو اول واحد جا قال لي وديع اجي دير المسرح
هو اول واحد لقاني انا وسعيد دار معنا مسرحيات. سيد كيموت على مدينته، كيموت على الفن، كيموت على المسرح، اقل حاجه نقدروا نقدموها ملي تعطاتنا لوكازيون والفرصه هي اننا نعيطوا ليه ويمثل معنا في فيلم، ورا الناس غيتفرجوا وغيشوفوا وجه سينمائي جديد. بلا بلا ما الفيلم زعما واش غتبقاو في قالب كوميدي ولا لا؟ هو خاصك تعرف دراما كوميدي، فيلم دراما كوميدي كنوع ديال الضحك الدراما فيه الكوميديا ديال بصح والمود ديال يعني شوف يعني فيلم فيه واحد واحد المزيج من كاين فيه لاكسيون، فيه بزاف يعني كاين مفاجآت بلا ما نحرقوا الناس. نقول لهم شوفوا نهار العيد هذيك العشيه ديال بنادم كيترخى فيها ما ترخاش، ما غيكونش المعنى سير السينما وتفرج راك ما غتندمش. شكرا 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 لهم، شكرا من القلب على الحضور ديالهم، على التفاعل ديالهم، على التشجيع ديالهم، على الدعم ديالهم لينا، وراهما زعما تاج فوق راسنا، وحنا حنا ولاد المدينه كتحبونا راه حنا كنحبوكم اكثر بزاف بزاف بزاف. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.